بنرحب بحضراتكم في جولة مفصلة عن أخبار الطقس. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة جو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وهيكون مائل الحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. كمان النهاردة في نشاط للرياح على بعض المناطق، وزي ما قلنا لحضراتكم في البداية هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، وده هيؤدي لزيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل درجتين لثلاث درجات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة من الدكتورة منار غانم اللي بتنضم لنا. دكتورة منار غانم طبعا عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي أهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك أستاذة جمانة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. يعني طمنينا إيه آخر أخبار الطقس؟ شايفين انخفاض في درجات الحرارة لكن كمان في ارتفاع في رطوبة، فبالتالي الإحساس بدرجات الحرارة بيزيد. بالفعل يمكن احنا بنشهد استقرار في درجات الحراره واستقرار في الاجواء بصفه عامه بقالنا كذا يوم، ومستمر معانا اليوم كمان، بالاضافه كمان ان درجات الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، تتراوح ما بين ال 33 وال 34 درجه مئويه على القاهره الكبرى. طبعا احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل. كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود سحب على مدار اليوم ودورها بتحجب جزء من أشعة الشمس على بعض المناطق وخاصة المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية. مع ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أكيد إحساسنا بدرجات الحرارة بيكون أعلى دايما من القيم اللي احنا بنقولها، وإحساسنا بالطقس خلال فترات النهار طقس حار على القاهرة الكبرى أو المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة خلال فترة النهار على جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. خلال فترات الليل وخاصة مع وجود نشاط الرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، نشاط الرياح بيساعدنا فعدم الإحساس بنسب الرطوبة، فبالتالي بنحس بالأجواء المعتدلة تماما خلال فترات الليل وخلال فترات المساء وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر. لكن نحب نأكد أن زيادة نسب الرطوبة في الجو بتخلينا دايما نحس بدرجات حرارة أعلى من القيم اللي دايما بنقولها في نشراتنا، لأن قيمة درجة الحرارة المذكورة في النشرة دايما هي درجة الحرارة المقاسة في الظل. ارتفاع نسب الرطوبة واللي هنبدأ نلاحظه كمان أكتر خلال الأيام القادمة، لأن احنا ذروة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي بيبقى شهر 7 و8، نسب الرطوبة هتعلى كمان أكتر في الجو، فدايما بيبقى إحساسنا بدرجات الحرارة مختلف. بالإضافة كمان إن احنا متوقع من غدا إن شاء الله السبت يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تراوح من درجة إلى درجتين، يعني متوسط درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل هتكون ما بين 35 وال 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، يعني هنحس بالأجواء أكثر شديدة الحرارة فترات النهار معتدلة فترات الليل. مهم جدا إن احنا نتجنب أشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة، ودي يعني لو احنا تجنبنا أشعة الشمس المباشرة مش هنحس بارتفاع درجات الحرارة، لأن فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس المباشرة. لو أنا مضطرة أبقى موجود في الشارع في الفترة دي دايما معايا غطاء لرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وان ازازه الميه تبقى موجوده في ايديا خلال الايام القادمه، ده شيء مهم جدا. بقدر الامكان احافظ ان انا ابقى موجود في اماكن جيده التهويه عشان ما احسش بنسب الرطوبه العاليه اللي موجوده في الجو، طبعا بقدر الامكان ان ارتدي ملابس قطنيه فتحت ال... طيب دكتور منار اخيرا، في اعتقاد انه في علاقه ما بين الرطوبه ووجود شبوره على الطرق السريعه، هل هذا الاعتقاد صحيح بمناسبه ان في ناس كتير دلوقتي يعني ابتدت تسافر وعلى الطرق السريعه؟ هو طبعا في علاقه كبيره جدا بارتفاع نسب الرطوبه ووجود الشبوره المائيه، لكن في عوامل ثانيه بتاثر على وجود الشبوره المائيه، واهمها ان في نشاط للرياح، نشاط الرياح ما بيساعدش على تكون الشبوره المائيه، ارتفاع درجات الحراره خلال فترات الليل ما بيساعدش على تكون الشبوره المائيه. احنا عاده في فصل الصيف الشبوره المائيه بتكون خفيفه جدا ما بتاثرش تماما على الرؤيه الافقيه او حركه المرور، يعني زي طبعا فصل الشتاء اللي بتبقى الشبوره فيه كثيفه.
لا ان شاء الله نتصمم لان خلال الايام القادمه الشبوره المائيه تكاد تكون مش موجوده، او لو حتى ظهرت على بعض الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه فهي خفيفه جدا غير مؤثره تماما على حركه المرور. وكمان طبعا حركه الملاحه البحريه معتدله تماما على البحرين الاحمر والمتوسط، ومؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هايل، نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ من القاهرة، درجة الحرارة العظمى هي 34، أما الصغرى هي 24، مطروح العظمى 29، الصغرى 24، بورسعيد العظمى 31، الصغرى 24، الإسماعيلية العظمى 35، الصغرى 24، أما بالنسبة للإسكندرية فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، سيوة العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة، دمياط العظمى 31 درجة، أما الصغرى 23 درجة. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى سجلت 35 درجة والصغرى سجلت 23 درجة. خلينا نروح للعريش، والعظمى سجلت 31 درجة، أما الصغرى 22 درجة. سانت كاترين العظمى 31 درجة، الصغرى 17 درجة. الغردقة 37 27، بني سويف 36 24، أما بالنسبة لطوبة فدرجة الحرارة العظمى سجلت 32 درجة مئوية والصغرى 21، شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 37 درجة، الصغرى 28 درجة، الفيوم درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، أما بالنسبة للمنيا فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة. نروح لأسيوط، درجة الحرارة العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة، إنا العظمى 38 درجة، الصغرى 26 درجة. بالنسبة لأسوان درجة الحرارة العظمى 40 درجة، ودي أعلى درجة حرارة، أما الصغرى سجلت 27 درجة، شلاتين العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة. نروح لسوهاج، درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 25، الأقصر العظمى 39 درجة والصغرى 26، الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، حلايب العظمى 34 درجة والصغرى 27 درجة. مشاهدينا بكده تكون خلصت جولتنا في مجال الطقس.